ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذة نهى توفيق حلس، معلمة الكيمياء للمرحلة الثانوية من مدرسة بشير ريس الثانوية للبنات التابعة لمديرية غرب غزة من فلسطين. حصلت على لقب المعلم المتميز لعام 2020 الفئة الأولى. أيضا حصلت على لقب المعلم المتميز لعام 2016. حصلت على لقب سيدة الوطن العربي لعام 2020 من جمهورية مصر العربية. وأيضا حصلت على سفيرة للنوايا الحسنة من دولة الهند، وعلى سفيرة لمنتدى الصحة. أيضا تكرمت من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم، تكرمت لإعدادي وتنفيذي 15 مبادرة نوعية. شاركت في معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا بمبادرة تحويل مخلفات أوراق شجر الكينيا إلى فحم صديق للبيئة. أيضا شاركت في مؤسسة القطان التربوي. تنفيذي لهذه المبادرات النوعية كان لها أثر إيجابي على تحصيل الطالبات، فقد حصلنا نسبتهن في الثانوية العامة على 100%. هذه المبادرات منها كانت كرنفال الكيمياء وكيمياء بلا حدود. كرنفال الكيمياء كانت بين ثلاث مديريات، مديرية شمال غزة و غرب خان يونس وغرب غزة. أيضا كيمياء بلا حدود بين غزة والخليل. شاركت أيضا في أيام دراسية ونشرت مبادرة سحر الكيمياء بين الإثارة والعطاء، نشرتها في مديرية شرق غزة. نفذت مبادرة صحتي حياتي، أيضا مبادرة بجمال مدرستي أزداد إشراقا، ومبادرة الطبيبات الصغار. أيضا نفذت مبادرة مبدعات رغم كورونا، ونفذوا طالباتي العديد من التجارب العلمية والوسائل من الخامات الطبيعية في منازلهم في وقت جائحة كورونا. أيضا نفذت مبادرة وسيلتي من صنع يدي، ومبادرة الصناعات الكيميائية في مدرستي، ومبادرة الكركودايل، والعديد من التطبيقات التكنولوجية الحديثة. أيضا نفذت مبادرة متعة الفيزياء وروعة الأحياء. شاركت في العديد من المؤتمرات على مستوى فلسطين، وأيضا المؤتمرات الإلكترونية في دولة الهند، وكان المشاركين من دول العالم. حصلت على العديد من الشهادات، كانت سواء في فترة جائحة كورونا أو ما قبل جائحة كورونا، العديد من دورات المايكروسوفت، الإيديو بازل، العديد من برامج تعلمت عليها، برنامج الكامتازيا، الفيت اللي هو المحاكاة، الكثير الكثير من الشهادات الإلكترونية، أكثر من 150 شهادة في فترة جائحة كورونا. أيضا قمت بكسر الجمود المادة العلمية للطالبات من خلال تغيير البيئة الصفية، سواء كان شرح دروس الثانوية العامة في الصف، وأيضا في حديقة المدرسة، في غرفة الLCD، في المختبر العلمي وتنفيذ التجارب الممتعة والشيقة. وأيضا قمت بشرح الدروس عبر شاطئ البحر غزة، هذا شاطئ البحر الأبيض المتوسط، فقمت بشرح الدرس وتنفيذ الاستراتيجيات التعلم النشط والألعاب التربوية وتنفيذ الوسائل التعليمية. قمت بمبادرة دمج الفنون في تدريس الكيمياء، مما ترك أثر كبير على استمتاع الطالبات بمادة الكيمياء وحبهن لهذه المادة واشتياقهم لحصة الكيمياء. قمت بشرح دروس المنهاج عبر إذاعة صوت التربية والتعليم، وأيضا عبر قناة روافد التعليمية.
لموقع بموقع إلكتروني في كل إنجازاتي، وأيضا لقناتي لشرح الدروس ومشاركة الطالبات في الكثير من التجارب العلمية. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.